مدرب ليون يقلب الطاولة على حسام عوار. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، لكن خلونا في البدايه ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناه. قلب بيتر بوس المدير الفني لفريق اولمبيك ليون الفرنسي الطاوله على لاعبه الفرنسي من اصول جزائريه حسام عوار بعدما نفذ تهديداته. وكان بيتر بوس قد اكد في وقت سابق ان حسام عوار لن يكون ضمن خطته في الموسم المقبل في ظل عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. ونفذ المدرب الهولندي تهديده خلال أولى مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد والتي فاز فيها ليون على فريق بورج أون بريس بنتيجة 4-2. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.